بالمبارك بالمبارك. لا 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 ليش ما يبون يسوون عرس؟ أم بشار وماتت صارها 5 شهور. كيفهم؟ كيفهم؟ إحنا ما لنا شغل، هم اللي يقررون. تكفين عشان خاطري لا تسوون سوالف. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أدري الواحد يعسي ولا يبارك. باركي باركي بس لا تبالغين. زين. حياك خالتي تفضلي. مشكورة مشكورة ما تقصري. سلام عليك. هلا عليك. شلونك حبيبتي؟ شخبارك؟ طيب ان شاء الله. الله يسلمك. هلا شلونكم شخباركم؟ حياك حياك. مشكورين مشكورين ما قصرتوا. حياك الله حياك الله. هلا بالمبارك بالمبارك. ياسمين تستاهل كل خير. ما قصرتي يا بعد قلبي مشكوره. دانا شلونك؟ الحمد لله زينه. انت شلونك؟ الحمد لله بخير. دانا امشي خلينا نروح نشوف ياسمين. اوكي انا ذنكم. تفضلي يما تفضلي. أسأل الله يشافيها ويعافيها. قولوا آمين. أقول يمه كنتوا تعطونها أدوية عقب وفاة أمها، للحين تيها الحالة ولا بطلتوا تعطونها؟ لا خالتي، ياسمين الحين ما قامت تأخذ شيء. إيه الحمد لله على سلامتها. إيش فيك شبيت علي؟ ما شاء الله عليك تبارك الرحمن أم محسن، شباب ما تغيرت شيء. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هذا من ذوقك يا محمد، ما قصرت يا بعد قلبي، بس هذا طبعك ماكو فايده ما تغيرين. هاو ايش فيك علي؟ ليش تبينه تغير؟ الحمد لله والشكر ما فيني شيء. هذا انت الكلام تقطينه صخر كذي بالوجه مره واحده، يعني الناس تكبر وتعقل بس موتين وتقعد. بشار شنو سالفة الأدوية هذه اللي تاخذها ياسمين؟ لا ماكو شيء، يعني تدري لما أمي توفت ياسمين تعبت وايد، فقمنا نعطيها معدات، معدات عادية يعني. أها أوكي فهمت. اقتنعت؟ جيب لي ماي. عطها عطها عصير يما عطها عصير. لا 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 ما شاء الله يعور قلبي. شاطر حنيب لك. أمي خليها تخص نفتك إن شاء الله. وين ما هو نورة قولي الصج، شو رايك بنفنوفي؟ ينن ينن. دانا قولي لها رايك. بعد ما يبي لي رايي، طالعت هبلين قمر قمر. صدق؟ يلا. اتوقع محسن اذا شافك راح يغمى علي. ليش محسن شكو؟ كنا في شغله هني، ايش رايك تعدلينها؟ لا. انت ما قلتي لي انك فهمتيها كل شيء؟ ما عرفت شو اقول لها دانا، هذه امور تنفهم بروحها ما اقدر اشرحها. مو من صدقك نوره، انت شايفه شلون قاعد تتصرف كأنها ياهل؟ ترى اختك للحين مو مستوعبه فكره الزواج، لازم تعرف ان الزواج له متطلبات ثانيه. سمعيني، ايش رايك نقعد معاها ونفهمها كل شيء؟ ما في وقت الحين، الكل ناطرنا تحت. اي مو مشكله، ما جت على هالنص ساعه، ولا تروح بيت ريلها وتفاجئ بشيء غير اللي هي كانت متخيلته. صادقة. امشي خلني قاعد معاها يلا. ياسمين حبيبتي. في موضوع بنكلمك فيه أنا ودانا. موضوع شنو؟ تعالي قاعدة. حبيبتي ياسمين، تذكري لما أمس قعدت معاك وتكلمت معاك عن موضوع الزواج واليهال والمسؤوليات؟ تذكرين؟ إي إي أتذكر. زين حبيبتي، في أمور ثانية لازم تعرفينها بعد. مثل شنو يعني؟ ياسمين حبيبتي سمعيني، الزواج يعني شخص راح يشاركك حياتك، راح يشاركك كل تفاصيل حياتك، يعني انت فاهمه علي؟ ياسمين حبيبتي فاهمه دانا ايش تقصد؟ زين سمعيني، انا راح افهمك اكثر. شوفي الزواج يعني باكر أقول نورة ودانا طلعوا فوق الحين ما نزلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. انتي ما مداتش تاكلين اللي بايدك، نص ساعه ما صار لهم. لا انا اقول خاف البنيه تعبانه ولا صار فيها شيء لا سمح الله. حبيبتي خالتي ياسمين ترى ما فيها شيء. الله يسمع منك،
أنا أقول له أنت تطلع وايد أحسن، تعطيها من المهدئ اللي تقول عنه. خالتي إيش فيك؟ ياسمين الحين ما قامت تاخذ الأدوية، هي أخذت الأدوية بعد ما توفت أمي بس. إيش فيك شبيت علي؟ أنا خايفة عليها؟ أبي مصلحتها؟ لا إله إلا الله. إيش فيك؟ استغفر الله العظيم. أنا خليني أروح أشوفها. يمه. أمي. أنا بعرف هذه سالفة أمها. يا يمه يا حبيبي ما عليك منها، هذه ملقوفة على هاللقفة اللي تاخذ راسها ونفتك منها. لو مسممين الأكل ونفتك منها وايد أبرك. والله العظيم. مثل ما قلت لك، شفتي شلون الموضوع وايد سهل؟ إي. الحين أنتِ فاهمة كل شيء؟ أكيد. خلنا نشوف منها. وينكم؟ ليش تأخرتوا؟ يلا كعشر دقايق ونازلين. أم حمد هذه ما تستاهل وياه، قاعد تسولف عن ياسمين قدام خالتي ومحسن. ما عليك منها، خالتي ومحسن يعرفون ياسمين عدل. أنت لو تسمعين إيش قاعد تقول كان عذرتيني. خلي دانا تنزل بسرعة وتتصرف معها. شر يعني دانا إيش بيطلع بيدها؟ خلاص قلت لك عشر دقايق ونازلين. زين مو تتأخرون، إذا ردت حجت عن ياسمين مرة ثانية راح أطردها من البيت. لا تكفى بالشر. يلا لا تتأخرون. بشام. في بشار صاير شيء؟ لا ما في شيء بس يستعيلنا، وانا اظن بس كافي كذي. زين ياسمين انت اوكي؟ اكيد اكيد. زين ياسمين، محسن ولد خالتي قلبه ابيض مثل قلبك، واحس وايد راح تكونون مستانسين مع بعض. اكيد طبعا بيكونون مستانسين وايد، وراح تتذكرين بعدين ان هاليوم كان احلى يوم بحياتك. يلا راح اشتاق لك وايد ياسمين. اوب 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 بتخربين مكياجها؟ إيه صح. يلا أشوفك. كمر كمر كمر. يلا حاجيك بشار، هذا ايش حق ياسمين؟ ابراهيم وطنها. احنا مو عازمينها، عزمنا دانا ودانا بارد وهقت جابتها معها. الله يشافيها. شوفيها، شنو هالبخت اللي يشوفها اقول عليها مريضه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مبروك ياسمين. ياسمين شلونك؟ أنا الحمد لله زينة، أنا جاهزة، يلا متروح بيتنا. يا حليل. شو دعوة ياسمين يعني؟ خلنا قاعد ومبارك لك ونسولف معاك بعدين روحي. أنا ودي أيبب لك، بس شو نقول؟ الله المستعان. بسم الله عليك الرحمن الرحيم يا يما. قمر قمر يا ربي يا حلاتك يا ربي. تقولين حق القمر وخر وأنا قاعد بمكانك. نورة إيش رأيك تصورين أنا وياسمين؟ يلا خليه بتليفوني من فوق بيني. يلا لا تأخرين. أقول شن هالبخت ما فيها شيء. أنا أقول له تشربين الماء مطرح ما يسر يمري وايد أحسن لك. إن شاء الله أشرب. هلا مرزوق، مو قاعد أسوي شيء. أنت إيش أخبارك؟ شو مسوي بالدورة؟ أي زين ممتاز، الله يوفقك إن شاء الله. شكو مو متعمدة أكلمك برسمية، بس دايخة فيني النوم أبي أنام. خلاص أوكي إن شاء الله باكر نتكلم. تصبح على خير. من أول ما شفته وهو يخطر على بالي، ما أدري شنو اللي شدني له كذي.
بالمبارك بالمبارك يا يما، عسى مبارك وسعيد يا امي، ان شاء الله يا رب تهنون. المفروض يا يما نيبب نرقص، بس شو نسوي؟ الوضع اللي احنا فيه ما يسمح. يبارك بعمرك وعدل كلامك يا غالية. حبيبي انت، يلا يما عاد خذ مرتك وطلع فوق. ان شاء الله، تفضلي. Morning, Mom. Morning, Julie. Where is Mr. Abdelaziz? I think upstairs, inside the bedroom. Okay, thanks. Welcome, Mom. عبد العزيز يا صباح الخير. ممكن اعرف ليش راقد هني؟ ماكو شيء، بس البارحة رديت متاخر شوي، ما حبيت ازعجك. انا ابغيك تزعجني، بس انت لما ترقد في هالغرفه مو بس تزعجني، انت تقهرني. انا اسف حبيبتي، مو قصدي. قصدك ولا مو قصدك، أنا هذه الغرفة ما أبغيك تنام فيها، فهمت ولا لا؟ صباح الخير خالتي هلا. صباح الورد، صباح الياسمين، صباح العسل يا أمي، صباح الروقان. شنو يعني روقان؟ يعني يا حبيبتي يعني تكوني نايمة وانتي رايقة كذي، هادية أعصابك، هادية. ليش فيها أعصابي؟ شنو قصدك؟ لا يما ما قصدت شيء أمي، انتي حبيبتي. تبين أجهز لك الريوق؟ إيه خلي يبوا لي الريوق، أنا يعانى. حاضر حاضر، الحين أخلي روينة تجهز لك الريوق وتصعد لك فوق. أمي أنت تامرين أمر يا ياسمين.
صدقني انا لو مو متاكده انك تحبني مثل ما انا احبك كان ما قلت لك اللي بقلبي. بس ايش راح تقول لها كهالج؟ ابوي ما راح يرضى. انا ادري ما راح يخليني هد مرزوق. انا مو عارفه شلون انهي الموضوع. يا بشار انت ما عندك حل. ايش فيك ساكت؟ بصراحه ما ادري. انا ما بلخبط حياتك. الحب مو بيدي ولا بيدك. ما ادري. من شوي انا كنت اتمنى اني اشوفك واسمع صوتك. والحين انت قاعده قدامي وتقولي انك تحبيني. ومستعده تهدين ولد عمك علشاني. بس بنفس الوقت تقولي ان ابوك ما راح يرضى بهالشيء. انا اتلخبط مو عارف شو اقول لك. بشار ترى ما عندنا وقت. احنا خلال 3 شهور مو اكثر لازم نلاقي حل. انت لازم تتصرف.